بالقوانين اللي كانت موجوده يعني، وانت اعتقد ايضا تقدمت فيه اللي هو الغاء شرط الوكيل المحلي، تشوف ان هذا القانون جيد يعني؟ خاصه تتكلم قبل شوي على مناقصات الاشغال وغيره، المفروض ان هذا ينعكس بشكل ايجابي ولا لا؟ والحكومه قادره ان تروح تنفذه ولا لا؟ انا اعتقد ان اغلب مشاريعنا اللي كانت ناجحه في الكويت اللي هي كانت في السبعينات والثمانينات كانت بدون وكيل محلي. من دش عندنا الوكيل المحلي دشت المشاكل، صار حتى الوكيل الاجنبي يعرف مشاكلنا الداخليه، الاوامر التغييريه والتلاعب في المواد وغيرها وغيرها. للاسف يعني بعض التجار اليوم مثل مكتب ما عنده شغل الا انه هو ياخذ على اي مناقصه تدخل البلد 30% 25%، يعني حتى فكره الوكيل المحلي في بعض الدول 5% ياخذ. احنا تضخمت يعني مبالغ المشاريع بسبب الوكيل المحلي. احنا كنا نبيع عون صار فرعون الوكيل المحلي. كنا نبي يسهل لنا الاجراءات مع الشركات وكذا، للاسف التجربه اثبتت ان الوكيل المحلي كان سبب في زياده العقود، كان سبب في تعثر المشاريع، كان سبب في يعني ان الشركات هذه تعلمت من الوكيل المحلي الثغرات الغير قانونيه اللي كانوا يستخدمونها. فصار شبه اجماع بعد التجربه ان الوكيل المحلي ما منه فائده. انا عندي المشروع بمليار يصير مليار و300 مليون بسبب الوكيل المحلي، ال300 مليون الدوله اولى فيها. وبعدين احنا دوله قضاءها محترم، ودولة أي شركة ممكن تتحاكم فيها في القانون الكويتي، وعقودنا كلها تصير في القانون الكويتي، أي شركة تحترم دولة الكويت وممكن تقدم مشاريعها وتاخذ حقوقها كاملة. فاحنا ما في أي حاجة للوكيل المحلي. ما في وكيل، يعني تشوف أنه القانون إيجابي. طبعا هو القانون ما ألغى الوكيل، ما ألغى لكن ألغى اشتراطه. نعم. يعني لو جت شركة عالمية تبي تنفذ مشروع بالكويت، هي لها رغبة أن يكون لها وكيل محلي، هذا خيارها. بس هذا الخيار ما راح يلزم الدولة أن ترتفع النسبة 30% من قيمة العقود، فبالتالي يساهم في أيضا تخفيض قيمة السعر.